مستشار محمد حسين سالم وشورتي محمد حسين البطل مرشح لرئاسة الجمهورية، بقول ألف مبروك للشعب المصري على الديمقراطية، ألف مبروك على مصر المدنية، مصر الديمقراطية، مصر المواطنة. أنا بنادي الشعب المصري إن هو يدقق في الاختيار ويقرأ برامج المرشحين وما ينصقش وراء الدعايات وما ينصقش وراء الإعلام. خدت بال سعادتك المدفوع؟ عاوزين نقرا البرامج. انا ما شفتنيش على الفضائيات لان انا بحترم الدستور، انا موجود في الشارع المصري مش في الفضائيات، موجود مع المواطن، موجود مع الفلاح في الارض، موجود في مواقع الانتاج والعمل، موجود في كل المواقع، محتك بالمواطن المصري باعتبار ان انا من قاع الشعب المصري. بالنسبه لموضوع جمع التوقيعات، جمع التوقيعات المواطنين اتجهوا النهارده الى شهر العقاري لجمع التوقيعات، 30,000 توقيع من 15 محافظه، وانا والحمد لله وبإرادة الله حصلت على 21 توقيع من نواب مجلس الشعب والشورى قبل صدور قانون الانتخابات الرئاسيه، وكانوا موثقين في الشهر العقاري، وان شاء الله باراده الله اتوجه الى الشهر العقاري، اتوجه الى مجلس الشعب ومجلس الشورى لتأييد للحصول على تلك التأييدات على النماذج المعدة لذلك طبقا لقانون انتخاب الرئاسة. دكتور عزت توفيق دويك، أستاذ جامعة الإسكندرية ومرشح لرئاسة الجمهورية، أنا لازم أستقل وعندي توقيعات 30 عضو مجلس الشعب والشورى، عندي أيضا برنامج قوي جدا اقتصاديا، إن هعمل أنشئ منطقة تجارة حرة شرق قناة السويس من السويس لحد البورسعيد شمالا، وكل صناعات العالم وكل تجارة العالم، وبعدين هصلح التعليم ان انا اوسع اداب كوبو على كل طالب مرحلة ابتدائي اعدادي وثانوي، بحيث وعليه استديوهات مشروحة للدروس بحيث ان يساعده واقل من تكلفة الدروس الخصوصية، واصلاح تطوير وتطوير التعليم الفني ايضا عشان اطلع خريج قوي يلزم السوق الصناعي والتجاري في العالمي. انا اسمي محمد فرصه ابو العباس من قنبش مركز محافظه بني سويف، وجيت اترشح النهارده انطلاقا من ثورة 25 يناير المباركه ووفاء لدماء الشهداء ومن اجل الشباب ومن اجل 20 مليون شاب لم يحصلوا على فرصه عمل حتى الان، ومن اجل 9 مليون عانس، ومن اجل استرداد اموال الدوله المنهوبه، ومن اجل القضاء على الفساد، ومن اجل القضاء على المحسوبيه. جئت اليوم اطالب للشباب ب 1200 جنيه حد ادنى، و 1500 جنيه لغير للمتزوج، و 1000 و 2000 جنيه للمتزوج ويعول. جئت اطالب اليوم بحقوق ذوي الاعاقه الخاصه، جئت اليوم لاطالب بحقوق الشعب عامه، وقد تعرضت داخل هنا للعديد من الاجراءات التعجيزيه. اللجنه تقوم بالعديد من الاجراءات التعجيزيه التي تعوق ترشيح المستقلين، تطلب 30,000 في خلال اسبوعين، نحن معنا 100,000 توقيع، ولكن يطلب منا ان يكون من الشهر العقاري. الشهر العقاري اوكي ما فيش مشكله مكانا، بس عايزين مندوب الشهر العقاري ينتقل الى مقر المرشح مجانا، ولكن اللجنه لا تسهل ذلك. هذا هو اول عرقله. ثاني تعجيز ان هو بيطلب من المواطن شهاده بان هو مقيد اسمه في جداول الانتخابات. طب لما انتم بتعوقوا العمل ده كده وبتعجزوا الاجراءات الترشيح كده، امال احنا جايين نقدم ليه؟ هو احنا ديكور؟ هو انتوا جايبيننا عشان تضحكوا على الناس؟ احنا لا يمكن ابدا باي حال من الاحوال ان احنا نشارك في هذه المهام. وبناء عليه اعلنا اليوم بان احنا هنشكل كتله من المستقلين المرشحين لرئاسه الجمهوريه لمواجهه ازاي؟ دي رقم واحد. رقم اثنين بالنسبه لي انا هنعلن عن تاسيس حزب جديد باسم الشهداء والمصابين للدفاع عن الشهداء والمصابين الذين لم يحصلوا على حقوقهم حتى الان، وطالب بمليون جنيه على الاقل لوسط الشهيد، وطالب ب 200,000 جنيه على الاقل للمصاب. دكتور احمد جمعه، دكتوراه في القانون الدولي للشريعه الاسلاميه، عضو ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، مدير مكتب المستشار القانوني لشيخ الازهر، احد المشاركين في الانتفاضه الشعبيه في 77 وثوره يناير،
البرنامج بتاعي هو برنامج الثورة، عيش، حرية، كرامة إنسانية، عدالة اجتماعية. البرنامج ليه ثلاث محاور: نهضة اقتصادية، تعزيز واحترام حقوق الإنسان، وعلاقات دولية سلمية، وتعاون دولي. بالنسبة 30,000 توكيل هتجيبهم ازاي؟ 30,000 توكيل أعضاء الائتلاف بتاعنا ممتدين على مستوى الجمهورية، وفي حملة لدعمي في الحملة دي. شباب الحملة بدأوا فعلا بجمع التوكيلات، حملة بعنوان قادمون، شعاري في الحملة الانتخابية وان اوف ذا بيبل، او واحد من الناس.